السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي قناة سياقة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحوا الجزء الثاني من سلسلة 38. قبل ما نبداو، إلى كنتو زوار جدد ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو وديروا بارتاج وتخليوا تعليق. إذن على بركة الله. سؤال 21، هذه العلامة كتعلم علامة مر خاص بالترامواي، نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. واش هذه العلامة كتعلم علامة مر خاص بالترامواي؟ نعم، هذه كتقول لي راه هذا الممر خاص بالترامواي، إذن الجواب الصحيح هو رقم واحد. سؤال 22، إلى هربات بيا السيارة الحاشية ديال الطريق، نستعمل الواصل، الإجابة واحد، مخفض السرعة، الإجابة جوج، الفرامل، الإجابة ثلاثة، ما نستعمل والو وندور المقود بشوية، الإجابة أربعة. مني كنكون غادي في الطريق وكتهرب بيا السيارة الحاشية ديال الطريق، في هذه الحالة ما كنستعمل والو وكندور المقود بشويه، ما نستعمل والو وندور المقود بشويه، اذا الجواب الصحيح هو رقم أربعة. نشرحوا اشنو هو الواصل. الواصل هو لومبرياج، ومخفض السرعه هو الفيتاس، والفرامل راه هو الفران، ودواسه السرعه هي الاكسيراتور، اذا ما كنستعمل والو وندور المقود. سؤال 23، نعطي حق الأسبقية للترامواي، نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. دائما كنعطي حق الأسبقية للترامواي، دائما الترامواي راه كنسبقو هو الأولاني. القطار ملي كيكون غادي التران، واش كنقطع قدامه؟ لا، إذا كنسبق الترامواي هو الأولاني، إذا الجواب صحيح هو رقم واحد. السؤال 24، عدد الركاب اللي مسموح به يركبوا معايا كيكونوا في البطاقة الرمادية، الإجابة واحد، شهادة التأمين، الإجابة جوج. عدد الركاب فين كيكونوا؟ كيكونوا في شهادة التأمين. دابا حاليا في القانون الجديد بالنسبة لعدد المقاعد أو عدد الركاب كيكونوا في شهادة التأمين، كيكونوا في شهادة التأمين. في الامتحان إلا سولوكم على عدد المقاعد فين كيكونوا، كنديروا شهادة التأمين، وعدد الركاب كذلك كنقولوا شهادة التأمين، إذا الجواب صحيح هو رقم جوج. مع كاين الناس اللي سولوني على عدد المقاعد باش نجاوبوا في الامتحان، غادي تجاوبوا في شهادة التأمين، سواء الركاب أو المقاعد شهادة التأمين، هذا هو القانون الجديد. سؤال 25، العلامة المشار لها مؤقتة وكتعلم على خطر في الحال، نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. دائمة وكتعلم على خطر على بعد 150 متر، نعم الإجابة ثلاثة، لا الإجابة أربعة. العلامة المشار لها، هاد العلامة هذه اشنو كتقول لي؟ كتقول لي واش هي علامة مؤقتة وكتعلم على خطر في الحال؟ الا هذه مؤقتة، ولكن الخطر ماشي في الحال. الخطر قلنا خارج مدينة 150 متر وداخل المدينة 50 متر، ودائمة وكتعلم على خطر على بعد 150 متر، الا ماشي دائمة، مؤقتة والخطر على بعد 150 متر حين تخرج المدينة، إذا غادي نديرو جوج أربعة. علاش؟ حين تقول لك واش هاد العلامة مؤقتة وكتعلم على خطر في الحال، هي راه مؤقتة ولكن واش الخطر في الحال؟ لا. وقال لك دائمة وكتعلم على خطر على بعد 150 متر، كنقول ليه لا، إذا جوج أربعة. السؤال 26، أضواء الضبابة الأمامية، رقم واحد الإجابة واحد، رقم جوج الإجابة جوج،
رقم 3 الإجابة 3، رقم 4 الإجابة 4. أضواء الضبابة الأمامية شحال الرقم ديالهم؟ هو رقم 4. هذا هو ضوء الضبابة ديال رقم 3 عفوا، هذا هو ضوء الضبابة ديال القدام، هو رقم 3، هو اللي كيكون لتحت بوحدو معزول. إذا الجواب صحيح هو رقم 3. سؤال 27، أضواء النجدة يمكن تعوض مثلث التنبيه، نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. واش أضواء النجدة يمكن تعوض مثلث التنبيه؟ أضواء النجدة هما 4 سينيال، هما سينيالات بربعة. واش السينيالات بربعة كيعوضوا بلاكت أونبان؟ لا، بلاكت أونبان ضروري تكون عندي في السيارة. إذن الجواب صحيح هو رقم 2. واش أضواء النجدة كيعوضوا مثلث التنبيه؟ لا ما كيعوضوش، ضروري خاصو يكون. سؤال 28، من الواجب نتأكد أن الحمولة في خلف السيارة ما كتحجبش ضواو السيارة؟ الإجابة 1، مربوطة بطريقة جيدة؟ الإجابة 2، ما كتعداش مؤخر السيارة بمترو؟ الإجابة 3. دائما خاصني نتأكد أن الحمولة في الخلف ديال السيارة ما كتحجبش الضواو، خاص الضواو ما يكونوش مضرقين، والبلاكة ديال البوليس الماتريكيل حتى هو خاصو ما يكونش مضرق، وتكون مربوطة بطريقة جيدة باش ما تطيحش، وما كتعداش مؤخر السيارة بمترو؟ لا، الماكسيمو هو 3 مترو، الماكسيمو 3 مترو ماشي مترو. إذن 1 2. سؤال 29، إلا كان ضغط الهواء للعجلات ناقص غادي يكون عنده تأثير على تثبيت العجلات عند الفرملة، نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. قال لك هنا إلا كان ضغط الهواء للعجلات ناقص، إلا كانوا البنوات ناقصين ما فيهمش البرد الكافي، واش غادي يكون عنده تأثير عند يكون عنده تأثير على تثبيت العجلات عند الفرمالة؟ نعم إلا كانوا بنوات ناقصين أو قمتي بالفرمالة راه ما كيكونش الالتحام مزيان مع الأرض، ما كيلتحموش البنوات مزيان مع الأرض، إذن غادي يكون تأثير، نعم الجواب صحيح هو رقم 1. سؤال 30، مصفاة الزيت نبدلها؟ الإجابة 1، نبدل الزيت؟ الإجابة 2. دائما مصفاة الزيت الفلتر ديال الزيت خاصني نبدله ونبدل الزيت، إلا بدلت الزيت راه كنبدل حتى الفلتر، علاش؟ حيت كيولي فيه الأوساخ، هو اللي كيصفي لينا المحرك من الأوساخ. إذا الجواب صحيح هو 1 2. سؤال 31، بسرعة 60 كيلومتر في الساعة يمكن الطفل يترمى من السيارة؟ الإجابة 1، يمكن يتعرض للسقوط؟ الإجابة 2، يمكن الطفل يسحق؟ الإجابة 3، ما يحدث له والو؟ الإجابة 4. بسرعة 60 انت غادي ب60، إلا كان شي صدام راه يمكن الطفل يترمى من السيارة، يقدر يتسوط من الطوموبيل، يمكن يتعرض للسقوط كذلك، يقدر يطيح غير هنا في السيارة، ويمكن الطفل يسحق هي كيموت. إذن 1 2 3، يمكن يترمى من السيارة أو يتعرض للسقوط أو يسحق. إذن 1 2 3، والله ينجينا وينجيكم من الحوادث. سؤال 32، عندي عطب في سيارتي أنا في المكان الصحيح، نعم إجابة 1،
لا، الإجابة جوج. عندي عطاب في صياتي، أنا في المكان الصحيح؟ نعم. علاش؟ حيت أنا واقف فين؟ في شريط الوقوف الاستعجالي. كاين اللي غيقول لي خط متصل. مزيان، هو راه خط متصل، ولكن هنا كان وقف إلا كان عندي عطاب. لوطوروت راه ممنوع فيها الوقوف والتوقف والرجوع للخلف ونصف دورة. أش كيتسمى هذا؟ كيتسمى شريط الوقوف الاستعجالي. أنت كان وقف فيه عند وقوع عطب. إذن أنا عندي عطب، أنا في المكان الصحيح؟ نعم. إذن الجواب الصحيح هو رقم 1. سؤال 33، يمكن لي تعويض هذه العلامات بالعلامة رقم 1 الإجابة 1، رقم 2 الإجابة 2، رقم 3 الإجابة 3، رقم 4 الإجابة 4. يمكن لي تعويض هاد العلامات. عندي بلاكة كتقول لي ممنوع عليك الدور على اليمين، وهذه كتقول لك ممنوع عليك الدور على اليسار، وهذه كتقول لك ممنوع عليك نصف دورة. إذن مني ما ندور لا على اليمين لا على اليسار وما نديرش نصف دورة، فين خاصني نمشي؟ خاصني نمشي للقدام. إذن كنعوض هاد العلامات بالعلامة رقم 2، خاصني نتابع السير للقدام. إذا الجواب صحيح هو رقم 2. سؤال 34، عدد المقاعد كيكونوا في شهادة التأمين؟ الإجابة 1. البطاقة الرمادية؟ الإجابة 2. كما قلنا في السؤال اللي فات أن عدد المقاعد وعدد الركاب كيكونوا في شهادة التأمين في هذه المدونة الجديدة. إذن الجواب صحيح هو رقم 1. سؤال 35، العلامة اللي كتشير للطريق ذات اتجاه واحد. العلامة رقم 1 الإجابة 1، العلامة رقم 2 الإجابة 2. العلامة اللي كتقول لي الطريق في اتجاه واحد، أشنا هي اتجاه واحد؟ هي كتسدي وما كتجيبش، هي العلامة رقم 2. هذه هي العلامة اللي كتقول لي طريق كتسدي وما كتجيبش. اما هذه ديال الاجبار، هذه كتجبرك باش تتابع السير لقدام، وهذه كتسمى ارشاد، كترشدني ان الطريق كتسدي وما كتجيبش. اذا الجواب صحيح هو رقم 2. هنا كاين واحد الخطا كنعتذر، الله يلا شتو، هنا رقم 1 وهنا رقم 2، هنا رقم 1 وهنا رقم 2. قلنا رقم 2 هي اللي كتقول لي الطريق في اتجاه واحد، وكنعتذر على هذا الخطأ. إذن هنا رقم 1 وهنا رقم 2. سؤال 36، كيتوجب عليا ندوز اليمين؟ نعم الإجابة 1، لا الإجابة 2. يمكن لي ندوز دون الوقوف؟ نعم الإجابة 3، لا الإجابة 4. هنا كيتوجب عليا ندوز اليمين؟ نعم راه عندي اجبار، خاصني ندوز اليمين، خاصني ندوز هنا من اليمين، ما ندوش من اليسار. علاش؟ حيت عندي رومبا، فالرومبا كندور من هنا ماشي من هنا، حيت هذه كتجيب وهذه هي اللي كتسدي. اذا ندوز اليمين نعم، ويمكن لي ندوز دون الوقوف نعم. علاش؟ حيت عندي غير صغيره في كبيره، ما عنديش قيف، الخط عندي مقطع، اذا ما عنديش قيف، يمكن لي ندوز بلا ما نوقف دون الوقوف نعم، حيت ما عنديش قيف. اما كون كانت قيف كنديروا لا، ضروري من الوقوف. اذا هنا الجواب صحيح هو 1 3. سؤال 37، الا شعلت العافيه وما عنديش طفايه، نستعمل التراب او الرمله؟ الاجابه 1، نطفيها بالماء؟ الاجابه 2، نستعمل غطاء؟ الاجابه 3. دائما لا شعلت العافية وما عندكش طفاية، كتستعمل التراب أو الرملة، التراب أو الرملة، وكتستعمل غطاء اللي كتجنب هو الماء، الماء كيزيد العافية. إذن 1 3. سؤال 38، زيت الفرامل مزيان؟ الإجابة 1،
نزيد سائل خاص الإجابة جوج. الفحص التقني بقاله 4 أشهر، نقوم بالفحص في الحين الإجابة 3، حتى الموعد الفحص الإجابة 4. هنا واش زيت الفرامل مزيان؟ لا، هنا كان زيت سائل خاص حين زيت الفرامل ناقص بزاف، إذن كان زيت سائل خاص. والفحص التقني بقاله 4 أشهر، خاصني الفحص نخليه حتى الموعد ديالو، ماشي نشوف الزيت ناقص نمشي عند مولا فيزيت. لا، مولا فيزيت ما عنده ما يدير لك الزيت، اللي غادي يراقب لك المشكل ديال الزيت هو ميكانيسيان. اذا خاصني نزيد سائل خاص، والفحص التقني كنخليه حتى الموعد ديال الفحص. اذا الجواب صحيح هو 2 4، والزيت هنا راه ناقص بزاف، تحت المينيمو راه ناقص، خاصو يكون ما بين المينيمو والماكسيمو، مفهوم؟ خاصو يكون ما بين المينيمو والماكسيمو. إذن هنا الزيت راه ناقص بزاف. سؤال 39، التقابل مع هذه الشاحنة غير ممكن. نوقف الإجابة 1، ندوز أنا الأول الإجابة 2. هنا التقابل مع هذه الشاحنة هذه غير ممكن، خاص ضروري واحد يوقف، ما يمكنش ندوزو بجوج. شكون اللي غيسبق في هذه الحالة؟ هنا الطريق مسرحة، كيسبق شكون؟ كيسبق الحديد الخفيف، كتسبق السيارة هي الأولى، كتسبق السيارة هي الأولى. إذن كندوز أنا الأول، إذا الجواب صحيح هو رقم 2. السؤال 40، التشوير الطرقي كيشير منع التجاوز الإجابة 1، الطريق مغمورة بالماء الإجابة 2، منع المرور على العربات الحاملة للمواد الملوثة للماء الإجابة 3. هنا هاد العلامة هذه كتقول لي راه الطريق منوعة على من؟ على العربات اللي كتحمل المواد الملوثة للمياه، اللي كينقل الأزبال مثلا راه خاصو ما يدوش من هالطريق. إذا الجواب صحيح هو رقم 3. هنا وصلنا للنهاية ديال شرح السلسلة 38. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو ونسألكم الدعاء، وما تنساوش تصليوا على سيدنا النبي، ونتمنوا جميع التوفيق، ونتلاقوا إن شاء الله في السلسلة 39، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.